بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم سنشرح درس استنساخ المعلومات الوراثية المتواجدة على مستوى الأدي إن. إذن في الحقيقة لكي يحدث تعبير موريثي، والتعبير الموريثي هو تركيب البروتين، يجب أن ننتقل من مورثة إلى بروتين. لكي يحدث تعبير مورث بشكله الكامل يجب أن ننتقل من مورثة إلى بروتين. لا يمكن أن ننتقل من مورثة إلى بروتين مباشرة، بل يجب أن يتدخل وسيط هو الIRNA. هذا الوسيط المسمى الIRNA يتشكل من المورثة، يتشكل من المورثة عن طريق التجربة التي رأيناها سابقا وفي درس مقر تركيب البروتين. وهذه العملية التي تحدث في النواة وتشرف عليها المورثة لتركيب جزيئة الIRNA أو الIRNA الرسول تدعى الاستنساخ. ثم سيخرج هذا الجزيء الIRNA الوسيط من النواة إلى الهيولة عبر الثقوب النووية لكي يركب البروتين في عملية الترجمة. إذا الاستنساخ زائد الترجمة، الاستنساخ زائد الترجمة يساوي تركيب البروتين أو التعبير الموريث. هذا مخطط يلخص الوحدة بشكل كامل. الآن الاستنساخ، سنتطرق إلى الاستنساخ. من أجل تحقيق الهدف من هذا الدرس يجب أن نتكلم عن الملاحظة أو ملاحظة عملية الاستنساخ بالمجهر الإلكتروني وتفاصيل حول حدوث عملية الاستنساخ. هناك عناصر أخرى في هذا الدرس، لمن له الكتاب المدرسي ويتابع هذا الفيديو سيجد أن هناك عناصر أخرى لن أتطرق إليها. لماذا؟ هذا ما قيدنا به تدرج 2019-2020. إذن في التدرج طلب منا، يطلب منك في التدرج أن تتطرق أو تتناول فقط هذين العنصرين. سنحاول قدر الإمكان أن نشرح كل ما يتعلق بالاستنساخ باستعمال هاتين الوثيقتين فقط. إذا نبدأ بملاحظة عملية الاستنساخ بالمجهر الإلكتروني. تعتبر ملاحظة الاستنساخ أو عملية الاستنساخ بالمجهر الإلكتروني دليل ملموس لحقيقة حدوث هذه الظاهرة. إذا هناك من يستبعد أو يستصعب حدوث هذه التفاصيل الدقيقة جدا متناهية الدقة بدون أن يتقبلها عقله، لكن عندما يرى تصوير حقيقي بالمجهر الإلكتروني وبتقنيات فائقة الدقة لهذه العملية فعندها سيصدق أن هذه الأمور حقيقة وليست مجرد خيال أو وهم. إذن هنا لدينا الوثيقة 2 التي توضح صورة بالمجهر الإلكتروني لعملية الاستنساخ. سأحاول رسم نفس الوثيقة. لدينا هنا هذا الشكل، ثم شكل آخر. الآن هذا الخط أو الخيط الرئيسي في الوسط، هذا أدي إن وليس مورثة. أنا أتكلم عن كل الخيط بأكمله. الخيط بأكمله هو عبارة عن خيط الأدي إن، وقلت لكم سابقا أن الأدي إن يكون مقسم إلى مورثات. إذن أين هي المورثات؟ المورثات هذه هنا، مورث، ثم لدينا هنا هذه مورثة أخرى. إذن نفترض التسميات مثل الموجودة في الوثيقة. هنا المورثة واحد، وهنا ليست مورثة واحد أي لا تشبهها، بل مورثة أخرى. إذن مورثة 2، مورثة واحد تختلف تماما عن مورثة 2، لأن كل مورثة لها تتابعها الخاص من النكليوتيدات. الآن هذه المنطقة الفارغة هنا تدعى
منطقة غير مستنسخ. ولا حاجة لشرح هذه المنطقة لأنك لن تحتاج إليها، ستتطرق إليها إن شاء الله في الجامعة إذا تخصصت علوم أو تخصص مشابه له. نحن ما يهمنا حاليا هما هاتان القطعتان، ولماذا هاتان القطعتان التي تظهر فيهما التفرعات فقط تمثل المورثات؟ لماذا؟ لأن هذه التفرعات سواء في هذه المورثة أو في هذه المورثة، وأقصد بالتفرعات هذه الخيوط التي تظهر على الجانبين، هذه تدعى جزيئات الأير آن آم. في الدرس السابق تركيب مقر تركيب البروتين، استعمال اليوراسين المشع لخلايا حيوانية بعد مدة قصيرة سيظهر ذلك الإشعاع في نواة الخلية. ظهور الإشعاع في نواة الخلية يعني أن الأير آن آم يتم تركيبه، وفي الحقيقة هذا ما يحدث، يتم استعمال اليوراسيل أو في الحقيقة النكليوتيدات التي تدخل في تركيبها اليوراسيل وتكون مشعة، بالإضافة إلى النكليوتيدات الأخرى من أجل تركيب هذه الجزيئات من الأير آن آم. الآن تذكرت سؤال جاءني في التعليقات يتعلق ب لماذا نقلنا الخلايا من وسط به يوراسيل مشع إلى وسط به يوراسيل عادي؟ لو تركت الخلايا في وسط به يوراسيل مشع، الخلية تصنع الأير آن آم باستمرار، وبعد انتهاء تركيبه سيخرج من النواة إلى الهيولة أيضا باستمرار. إذن سيستمر ظهور الإشعاع في النواة وسيستمر خروجه إلى الهيولة، وبالتالي نحن لن نلاحظ هذه التفاصيل. نحن ما سنلاحظه في الصور الناتج عن تصوير الإشعاع الذاتي، ما سنلاحظه أن الخلية كلها ستصبح مشعة، النواة والهيولة، وهذا سيخلط النتائج. لن نعرف أين يركب الأير آن آم وكيف ينتقل، هل يركب في الهيولة وينتقل إلى النواة، هل يركب في النواة وينتقل إلى الهيولة، لن نفهم ماذا يحدث، لأن الإشعاع سيكون متوفر بشكل مستمر، وبالتالي سيكون كل حيز الخلية مشع نواة وهيولة. لكن إذا نقلت سريعا أي بعد أخذ كمية من الإشعاع، بعد أن تأخذ الخلايا كمية من الإشعاع ثم ننقلها مباشرة إلى وسط به يوراسيل عادي، فهي ستستمر في استعمال اليوراسيل سواء كان مشعا أو غير مشعا. الآن بما أننا نقلناها إلى وسط به يوراسيل غير مشع، فهي ستستعمل يوراسيل عادي، وبالتالي الإشعاع ستكون لدينا منه كمية محددة أخذتها الخلية عندما كانت في الوسط المشع، فتلك الكمية سنستطيع تتبعها أين تتجه وأين تتحرك وأين تستقر. هذا هو سبب نقل الخلايا من وسط به يوراسيل مشع إلى وسط به يوراسيل غير مشع، لكي نتحكم في كمية الإشعاع، وتلك الكمية المحدودة من الإشعاع نستطيع تتبعها، أي ستنتقل بشكل واضح. هذه فكرة نقل الخلايا من وسط به يوراسيل مشع إلى وسط به يوراسيل غير مشع. نعود إلى تفاصيل هذه الوثيقة. لدينا مورثتان، حدود المورثات هي أماكن التفرعات. كيف نعرف أن المورثة لديها حدود مثل هذه الوثيقة؟ طبعا يمكنكم البحث في جوجل صور عن هذا المصطلح، ترانس ترانسكريبشن. إذن هذا المصطلح بالإنجليزية يعني استنساخ أو نسخ. مباشرة عندما تكتب هذه الكلمة، لأن العلم الآن ليس بالفرنسية وليس بالعربية وليس بالإسبانية وليس بأي لغة أخرى، العلم باللغة الإنجليزية. إذا كنت تجيد اللغة الإنجليزية أو على الأقل تفهم بعض الكلمات، فبحثك خصوصا في علوم طبيعة الحياة سيكون سهل جدا. إذن كتابة كلمة ترانسكريبشن في جوجل صور والنقر على البحث، مباشرة ستظهر لك كل صور عملية الاستنساخ. طبعا هنا رسومات، ستظهر رسومات من أجل أن تلاحظ صور بالمجهر الإلكتروني حقيقية لمختلف عملية الاستنساخ. ستضيف إلى هذه الكلمة إن مايكروسكوب أو
إلكترون مايكروسكوب. إذا ترانسكريبشن إن مايكروسكوب أو إن إلكترون مايكروسكوب ماذا تعني بالعربية؟ تعني الاستنساخ بالمجهر أو تحت المجهر الإلكتروني أو تحت المجهر. عموما تستطيع كتابة هذه العبارة، ستخرج لك كل صور عملية الاستنساخ بالضبط، وهذه الصور طبعا باللغة الإنجليزية، في البيانات ستكون باللغة الإنجليزية، لكن ستظهر لك نفس هذه التفاصيل التي سندرسها الآن. إذن نعود إلى الصورة. المناطق التي تظهر فيها التفرعات هي المورهات. المناطق التي تظهر فيها التفرعات هي المورهات. الآن المورهة تركب الاير ان ام. نحن سابقا تكلمنا عن مورهة تصنع نسخة منها، هي جزيئة الاير ان ام. لكن الصورة ماذا تظهر؟ الصورة تظهر أن المورهة لا تصنع نسخة واحدة منها، بل تصنع العديد من النسخ. هذا يسمى الاستنساخ المتعدد، أي تقريبا كل المورهات المعروفة لا تركب جزيئة اير ان ام واحدة، بل تركب العديد من الجزيئات. لماذا؟ لكي تغطي حاجتها من البروتين الذي سيركب فيما بعد. إذن هذه الكمية من جزيئات الاير ان ام يجب أن تكون عديدة. لماذا؟ لكي تغطي حاجة الخلية من البروتين الذي سيركب من هذه المورهة. إذن المعلومة الأولى أن الاستنساخ يحدث بكثافة أو يكون متعدد ولا يكون نسخة واحدة من الاير ان ام، أي هذا الأمر ينطبق على هذه المورهة وهذه المورهة وكل المورهات. إذن الاستنساخ يكون متعدد ولا ينتج عنه جزيئة اير ان ام واحدة. الآن في الرسم التفسيري المجاور، هنا في الرسم التفسيري أو في الجزء المكبر، ما الذي يظهر؟ هنا المورهة وهنا خيط الاير ان ام، وهنا تظهر كرية. عند كل جزيئة اير ان ام تتشكل هناك كرية، هذه الكرية تدعى بإنزيم اير ان بوليميراز. إذن إنزيم اير ان بوليميراز عند كل كرية، أي عند كل نقطة هنا لدينا إنزيم اير ان بوليميراز. إذن وجود الإنزيم دائما عند جزيئة الاير ان ام التي تتشكل، هذا يعني أنه هو الإنزيم المسؤول عن عملية الاستنساخ. بدون أن نذهب إلى تجربة تثبت ذلك وأي تفاصيل أخرى، فوجود الاير ان ام عند كل جزيئة اير ان ام تتشكل، هذا يعني أنه الإنزيم المسؤول عن عملية الاستنساخ، أي المسؤول عن تركيب جزيئة الاير ان ام. هناك إنزيم آخر تمت دراسته، هذا يسمى اير ان بوليميراز، وأتمنى أن تكون لكم سعة بال لكي أشرح لكم كل شيء يتعلق بهذا الدرس. اير ان بوليميراز هذا الإنزيم قلنا يشرف على تركيب الاير ان ام، أي يشرف على عملية الاستنساخ. في سنة ثانية درستم إنزيم يدعى ابي ان بوليميراز. هذا الإنزيم الذي يدعى أدي أن بوليميراز الذي درستموه في درس التضاعف الخلوي، بالضبط في درس الإلقاح، إذن هناك نشاط يدعى التضاعف الخلوي، ليس التضاعف الخلوي، تضاعف الأدي أن، تضاعف الأدي أن في درس الإلقاح. تضاعف الأدي أن يتطلب إنزيم يدعى أدي أن بوليميراز لكي نشكل سلاسل جديدة انطلاقا من السلاسل القديمة للمورهة. إذن لدينا أدي أن لكي نشكل سلاسل جديدة انطلاقا من السلاسل القديمة، يجب أن يكون لدينا إنزيم يدعى أدي أن بوليميراز. والأدي أن بوليميراز بما أنكم درستموه سابقا تعرفون دوره. الأدي أن بوليميراز دوره تركيب السلاسل، سلاسل الأدي أن الجديدة، من أجل أن نتحصل في النهاية على جزيئات أدي أن جديدة. إذن هذا هو دور الأدي أن بوليميراز. كيف يفعل ذلك؟ يقوم بإضافة النكليوتيدات الريبية منقوصة الأكسجين الحرة، يقوم بإضافتها وفق مبدأ التكامل بين القواعد الأزوتية، هذا في الأدي أن. الآن هذه كإشارة فقط، سنأتي إلى التفاصيل في الأير أن بوليميراز، هذا كتذكير فقط. الأير أن بوليميراز في الحقيقة يقوم بوظيفة مشابهة من حيث المبدأ، فالإنزيمان متشابهان يقومان بتكثيف النكليوتيدات. فالأدي أن بوليميراز يكثف نكليوتيدات ريبية منقوصة الأكسجين، والأير أن بوليميراز يقوم بتكثيف نكليوتيدات ريبية فقط وليس منقوصة الأكسجين، يقوم بتكثيف نكليوتيدات ريبية حرة من أجل أن نحصل على جزيئات أير أن.
لأن نكليوتيدات الـ ADN تكون منقوصة الأكسجين، بينما نكليوتيدات الـ RNA تكون غير منقوصة الأكسجين، تكون عادية. إذا نعود لشرح هذه التفاصيل، أو قبل شرح التفاصيل نشرح لماذا سمي بهذا الاسم. نبدأ بآخر التسمية AS. عندما تجدون مصطلح علمي ينتهي بالاز، فعلى الارجح او تقريبا نستطيع الجزم انه انزيم. في مادة العلوم عندما تجدون مصطلح ينتهي بالاز فهو انزيم، بشكل قطعي هو انزيم. لماذا؟ لان الانزيمات تنتهي بهذه الكلمة، مثل الكحول تنتهي بالاول، مثل الاحماض تنتهي بالايك، مثل هناك مركبات مختلفة وهذا تفصلون فيه في الكيمياء. لكن هنا في العلوم الاز، المصطلح اذا انتهى بالاز فهو على الارجح انزيم، مثل البروتياز او الاميلاز الى اخره. اذا الاز تعني انزيم، اذا هذه الجزيئه هي انزيم. الان بقي لدينا بوليمر واير ان. بوليمر تعني تكثيف، بوليمر تعني بلمره او تكثيف او تجميع او ربط. إذا إنزيم يربط أو يكثف. الآن لا يربط أو يكثف الآير آن، يربط أو يكثف نكليوتيدات من أجل تشكيل الآير آن. إذا الإنزيم عادة يسمى بمسميين، إما يسمى بالناتج الذي سينتجه أو يسمى بالمادة التي سيعمل عليها. الآن هذا الإنزيم لم يسمى بالمادة التي يعمل عليها، المادة التي يعمل عليها هي النكليوتيدات، إذا سمي بالناتج الذي سينتجه وهو الاير ان. اذا اختصارا وباللغة العربية، الانزيم المكثف للنكليوتيدات من اجل تركيب الاير ان. هذا الانزيم المسؤول عن عملية الاستنساخ. اذا تلاحظون عدد التفرعات هو نفسه عدد جزيئات الانزيم ايرن بوليمراز. الان اين هي بداية المورثة ونهاية المورثة وكيف تتجه عملية الاستنساخ؟ حسب الرسم، طبعا هنا التفاصيل غير موجودة، الآن سنشرح ذلك. الآير آن بوليميراز بما أنه هو الذي يشرف عن عملية الاستنساخ، فعند كل تفرع هنا لدينا إنزيم آير آن بوليميراز. لو نعد مثلا الجزيئات الموجودة في هذه المورثة، لدينا 11 جزيئة ايرن بوليميراز، وهذا يعني انه ستتشكل لدينا 11 جزيئة اير ان ام. الان اين هو الاير ان بوليميراز الاول، واين هو الاير ان بوليميراز الاخير في هذه الجزيئة؟ الاير ان بوليميراز، لان الاير ان بوليميراز يتثبت على بداية المورثة، يتثبت على بداية المورثة في مكان معين، ثم يقرأ المورثة كاملة، ونحن نتكلم عن المورثة كاملة، لأن المورثة لكي تعطينا نسخة يجب أن تقرأ كاملة، يجب أن تقرأ كاملة. إذا سيتثبت هذا الإنزيم على المورثة ويقرأها كاملة لكي يشكل جزيئة آير إن آم تأخذ كل المعلومة الوراثية التي كانت موجودة في المورثة. الآن هذا يعتمد على طول جزيئة الآير إن الواضحة في الصور. فالمورثة لها طول معين، مثلا لديها 100 نكليوتيدات، مورثة فيها 100 أو 100 زوج من النكليوتيدات، 100 زوج قواعد، لأن المورثة تحسب فيها، يحسب طولها بأزواج القواعد. مثلا لدينا T، هنا A، هنا C، هنا G، هنا C، هنا G، وهنا A، هنا T. هذه المورثة كم طولها؟ هذه المورثة طولها 4 أزواج من القواعد. عندما نبدأ في حساب طول المورثة فهذا هو طولها. إذن كم يبلغ طولها؟ زوجان من القواعد، 3 أزواج، 4 أزواج إلى آخره. هذه المورثة طولها 4 أزواج من القواعد. إذن أزواج نقصد بها القواعد المتقابلة في السلسلتين. إذن نفترض أن هذه المورثة تحتوي 100 زوج قواعد. هذه المورثة من هنا إلى هنا بها 100 زوج من القواعد. إذا جزيئة الآير إن آم التي ستتشكل كم ستحتوي من قواعد أزوتية أو من نكليوتيدات؟ ستحتوي
100 قاعدة أزوتية. إذن الـ RNM الذي سيتشكل بعد الانفصال والانتهاء من عملية الاستنساخ ستكون فيه 100 قاعدة أو 100 الطول، نحن نتكلم عن الطول 100 قاعدة أو 100 نكليوتيد. لماذا لم نقل زوج في الـ RNM؟ لأن الـ ADN عبارة عن سلسلتين، بينما الـ RNM عبارة عن سلسلة واحدة. إذن لا توجد فيه أزواج، توجد فيه قواعد منفردة. إذن لدينا 100. وهذا ماذا يعني؟ لماذا أعطيت مثال الأرقام؟ لكي يفهم التلميذ أن الـ RNA بوليميراز الذي يشرف على عملية الاستنساخ يجب أن يقرأ 100 نكليوتيدة لكي يشكل نسخة من المورثة. يجب أن يقرأ 100 نكليوتيدة الموجودة، أو يقرأ العدد 100 كله الموجود في المورثة لكي يعطينا جزيئة تحمل فعلا كل الأحرف التي كانت موجودة في المورثة. وهذا ماذا يعني؟ يعني أنه إذا كانت لدينا جزيئة قصيرة هنا، مثلا نأخذ هذه الجزيئة رقم 3 هنا، هذه الجزيئة لها طول معين، ونأخذ الجزيئة التي تتواجد هنا، هذه الجزيئة لها أيضا طول معين. إذن أي تلميذ عندما أسأله سيقول أن الجزيئة الأطول هي هذه الجزيئة، الجزيئة الأطول. وعندما نقول جزيئة أطول ماذا يعني هذا؟ يعني أن فيها عدد أكبر من النكليوتيدات، وبالتالي الجزيئة التي يكون فيها عدد أكبر من النكليوتيدات هي الجزيئة التي قاربت على الانتهاء من عملية الاستنساخ، إذن اقتربت من أن يكتمل تشكلها. إذن هذه الجزيئة من الـ RNA مثلا نفترض أن فيها 90 نكليوتيدة، وهذه الجزيئة فيها مثلا 15 نكليوتيدة. إذن من المنطقي أن هذه الجزيئة قد مثلا الـ RNA بوليميراز الذي يشرف على تركيب هذه الجزيئة قد قرأ 90 نكليوتيدة، قرأ 90 نكليوتيدة، بقيت له 10 نكليوتيدات فقط وينهي عملية الاستنساخ. بينما هذا الـ RNA بوليميراز الموجود عند هذه الجزيئة التي تحتوي 15 نكليوتيدة فقد قرأ فقط 15 نكليوتيدة، وما زالت أمامه 85 نكليوتيدة لكي ينهي القراءة. الآن بدأت تتضح الأمور. أي تلميذ سيقول لي أن هذه الجزيئة من الـ RNA بوليميراز تتوضع قبل هذه الجزيئة. إذن اتجاه الاستنساخ هو هذا، من الأسفل نحو الأعلى، من الأسفل نحو الأعلى. الآن لو نرتب، لدينا هنا 11 RNA بوليميراز، لو نرتبها من رقم 1 إلى رقم 11، ليس هو هذا رقم 1 بل هذا هو رقم 1 الذي يتوضع عند الجزيئات الطويلة، ثم يليه رقم 2 ثم 3 ثم 4 وهكذا، الأخير هو الذي يتموضع هنا عند الجزيئة القصيرة. إذن باختصار الـ RNA بوليميراز الأول هو الذي يتوضع عند الجزيئة الأطول، الـ RNA بوليميراز الأخير هو الذي يتوضع عند الجزيئة الأقصر. إذن طول جزيئات الـ RNA، طول جزيئات الـ RNA يدلنا على اتجاه الاستنساخ. إذن اتجاه الاستنساخ، اتجاه الاستنساخ يكون من جزيئات الـ RNA القصيرة إلى جزيئات الـ RNA الطويلة، من جزيئات الـ RNA القصيرة إلى جزيئات الـ RNA الطويلة. وطبعا عندما يتثبت RNA بوليميراز ويبدأ في قراءة أو في عملية الاستنساخ، لا تنتظر الجزيئات الموالية حتى يكتمل أو يكمل عملية الاستنساخ، بل تتوضع وراءه أو خلفه مباشرة، وبالتالي يحدث الاستنساخ المتعدد، يحدث الاستنساخ المتعدد. إذن كلما تثبتت جزيئات وتحركت تتثبت خلفها جزيئات أخرى وهكذا حتى تكمل الخلية الجزيئات التي تحتاجها، أي العدد الذي تحتاجه، فتوقف عملية الاستنساخ. إذن هنا اتجاه الاستنساخ من الجزيئات القصيرة للـ RNA إلى الجزيئات الطويلة. هناك قطع تستنسخ تدعم ورثات، هناك قطع لا تستنسخ. الاستنساخ يكون متعدد أو يكون بكثافة. إذن هذه الوثيقة استطعنا أن نستخرج منها أن هذه المعلومات السابقة بالإضافة إلى وجود إنزيم يدعى RNA بوليميراز يشرف على عملية الاستنساخ. أتمنى أن أكون قد شرحت بشكل واضح هذه أو هذا العنصر. في الحصة القادمة إن شاء الله سنشرح العنصر الثاني، تفاصيل حول عملية الاستنساخ، وهو العنصر الأهم. وبالتوفيق.